أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تفاؤله بإمكانية فتح معبر آخر للسماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة. هذا ويواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث يتم بموجب اتفاق الهدنة دخول نحو 200 شاحنة. من جانبه أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن أكثر من 150 شاحنة تم إدخالها منذ بداية الهدنة حتى مساء أمس إلى مدينة غزة والشمال، مشيرا إلى أن شاحنات تحتوي مواد إغاثية.